الحمد لله على هذا الانتصار اللي خولينا باش ندوزوا للربع النهائي. المقابله كانت زوينه، استقبلنا هدف ضد مجرى اللاعب، ومن بعد قدرنا نرجعوا في النتيجه ونحققوا التاهل، حققوا التاهل اللي كان يستحقوه كل جدارة واستحقاق. اداء كان مزيان، كانوا شويه ديال لي غونكين، يعني شويه ديال الاخطاء، خصنا نعاود نصحوا شي حوايج باش نكونوا مزيانين ان شاء الله ونمشيو للفينال ان شاء الله. كاين البوادر باش غادي ندوزوا للفينال ونقدروا نديو كاع ان شاء الله. الا عاود صححنا شي اخطاء نقدروا نعاودوا نوصلوا ونديو الكاس. على هذه الفرصه اللي عطينا باش نعبروا على الفرحه ديالنا للمنتخب، يعني اولتين تنهني المنتخب على الربح ديالهم وعلى المستوى باش ظهروا وعلى التاهيل ديالهم، وتنتمناو ان شاء الله يزيدوا اكثر من هذا الشيء اللي شفنا اليوم في المقابله الجايين، وتنتمنى لهم الربح. بطبيعه الحال المنتخب ديالنا غيمشي بعيد، حنا تنقول داك الشيء اللي تنتمناو اليوم مستقبل يكون زاهر ان شاء الله بهذا اللعب وهذا الشيء اللي شفنا اليوم. راه شي حاجه اللي ما كانش المنتخب ديالنا، راك عكستي اي مقابله تيخسر فيها ترجع في المقابله، يعني اللعب متعونا باللعب ومتعونا باللياقه البدنيه، وتنشكروا الجاليه المغربيه اللي عطتنا هاد الولاد هادو، تنشكروهم تي لاعبين روح القتاليه وروح الوطن هذا، وشكرا. صعبه كيف ما شفتوا هاجموا علينا بواحد الهدف، عرفنا نجاريو مقابلة، وتحياتنا للحكيم الرجولة حكيم الرجولة بوفال الرجولة، هادو هما الدراري الزوينين الاخوان في هذا المنتخب هذا، الاخرين مزيانين تاهما، ولكن خاصنا مازال يتقاتلوا اخويا. تبارك الله على حكيم الرجولة.